بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نبلش إن شاء الله بشابتر 8 اللي هو التري. طبعا آخر جزء حطيت لكم محاضرة فيها دبل لينكد ليست، فيها الدي كيو المحاضرة الرابعة، وفيها مقدمة كمان من التري إذا حضرتوها، حطيت الرابط على الإي ليرنينج. طيب خلينا نشوف شو يعني تري. بحكي لنا في عنا linear data structures non-linear data structures. الداتا ستراكشرز السيكوينشال اللي فيها العناصر متتاليه متتابعه بنفس الليفل بنسميها لينير. وبحكي لنا لحد الان كل الداتا ستراكشرز اللي اخذناها الليست الفيكتورز الاريز الستاكس كيوز هي لينير داتا ستراكشر. لينيرز العناصر متسلسله بنفس الليفل، في تسلسل معين بس كلها بنفس الليفل بنسميها لينير. في عنا نون لينير داتا ستراكشرز زي التري والجراف. في يعني نون لينير؟ النون لينير شوفوا التري والجراف، والتري اصلا هي جراف. التري هي اصلا جراف بس مش كل جراف تري. كل تري جراف بس مش كل جراف تري. لما نحكي نون لينير داتا ستراكشرز يعني اللي بتكون البيانات مخزنه منظمه بشكل هيراركي، بشكل مش ورا بعض تسلسلي ما فيش بناء بيناته، لا في بناء معين، مش نفس الليفل، مش كلهن نفس المستوى، في مستويات مختلفة، لهيك بنسميه non-linear data structures. لاحظ data elements are arranged in multiple levels. عندي multiple levels بنسميه non-linear. There exists a relationship between the data elements. يوجد علاقات يعني في الستاك الكيو طابور والناس ورا بعض كلهم نفس الليفل نفس المستوى. الستاك عناصر مخزنه فوق بعض كلها نفس الليفل. الليست كذلك قائمه فيها مجموعه من العناصر. بالمقابل لو جينا على التري، التري في لها شيء اسمه روت جذر، في لها في كل نود في علاقه بيرنت تو تشايلد، بيرنت تو تشايلد ابو ابن. إذا في علاقات مش كلهن بنفس الليفل، في عنا مالتيبل ليفلز وفي علاقات بين العناصر، هيك بنكون نون لينير. من الأمثلة عن نون لينير داتا ستراكشرز التري أند جراف. والتري أصلاً رح نحكي إنها هي جراف. التري هي أصلاً جراف بس مش كل جراف تري. يعني كل تري هي جراف بس العكس مش صحيح. اتفقنا؟ طيب. المحاضرة هاي طبعاً المفاهيم التري سهلة كثير، رح ناخذها هاي المحاضرة بنكمل الجزء الأول. التري ترمينولوجي. The data structure is a collection of data node which is organized in hierarchical structure recursively. شوفوا التري data structure هي عبارة عن مجموعة من الداتا، مجموعة نودز. داتا ممكن أمثلها على شكل نود، وراح ناخذ بتمثيل التري راح نشوف نمثلها على شكل linked list أو على شكل array عادي. حتى التري بقدر أخزنها داخل array، بس أنا بدي أخزنها بطريقة أعرف وين البيرنت وين التشايلد وين كل شيء. حتى التري بخزنها جوا الليست عادي جوا الأري، أو بخزنها على شكل لينكد ليست. لينكد ليست بتكون مجموعة نوتس مترابطة مع بعضها البعض. لما نيجي على الإمبلمنتيشن راح نشوف هذا الإشي. لاحظ هي مجموعة نوتس مرتبة بطريقة بنائية هيراركيكال ستراكشر. في عنا نودز وفي عنا edges. الإدجز اللي هي الروابط، الإدج الرابط بين two nodes بنسميه edge. The connection link between any two nodes، الرابط بين any two nodes شو بنسميه edge. في عنا مجموعة edges وفي عنا مجموعة من ال vertices تسمى nodes وتسمى أيضا إيش قلنا vertices، شو بنسميها node أو vertex. nodes vertices، ال vertex جمعه vertices، جمع الفيرتكس فيرتيسيز، النود جمعها نودز. لاحظ مجموعة من النودز ومجموعة من الإدجز الروابط. الرابط اللي هو العلاقة الواصلة بين تو نودز. تري إذا كونكتد جراف، شوفوا التري هي جراف بس بشرط يكون إيش؟ كونكتد وذ نو سايكلز. شوفوا التري، التري هي جراف بس لها شروط. إنها أول شيء كونكتد، في شيء فيها جزء منفصل. الجراف ممكن ألاقي فيها أجزاء منفصلة. الجراف يعني المدن مثلاً حول العالم جراف.
استراليا منفصلة جاي لحالها، فيش طريق بري. لو اعتبرنا الإجز اللي هي الطرق البرية، استراليا جاي لحالها، في طرق طريق بحري، فيش طريق بري فيها، صح؟ جاي لحالها عادي، بس تعتبر إيش؟ جزء من الجراف، جزء من النودز اللي بتمثل الدول حول العالم، صح ولا لا؟ التري بحكي لنا هي جراف، لازم بس لازم تكون كونكتد، يعني بقدر أصل من لأي نود، فيش جزء منفصل لحاله. الشغلة الثانية إنه with no cycles، ما فيها cycles، يعني بقدرش أقول A B. لو في هون إج بين B و C بصير عندي إيش؟ لو في إج بين B و C بصير في سايكل A B C A، أقدر أرجع للنود نفسه عن طريق دائرة. لو في من F ل A رابط، شو بتصير؟ بتصير سايكلز، في سايكل، في دائرة. هل فيها دائرة دوائر الإجز التري؟ التري لا، فيهاش سايكلز وما فيهاش أجزاء منفصلة، دائما كلها كونكتد. والشغلة الثانية with no cycles. الجراف لا، على العكس، ممكن يكون فيها سايكلز، ممكن يكون فيها أجزاء منفصلة. ليه قلت لك التري هي جراف بس العكس مش صحيح؟ التري هي جراف بس العكس مش صحيح، مش كل جراف تري، أما كل تري هي جراف. طب شو اللي بيميز التري عن الجرافز الأخرى؟ إنها with no cycles and connected. اتفقنا؟ إن أتري لأني حطيت شروط إنها لازم تكون connected وما فيهاش cycles، أنا بقدر أعرف عدد الإجز. إذا عرفت عدد النوتس بقدر أعرف عدد الإجز الروابط. إذا كان عدد النوتس N فإن عدد الروابط N ناقص واحد أكيد. لاحظ بالتري عدد النوتس N، عدد الروابط كم؟ N ناقص واحد. ممكن ألاقيها أقل أو أكثر؟ بالجراف ممكن تلاقيها أكثر مثلا، أما بالتري عدد الروابط بالضبط يساوي N ناقص واحد. شو N ناقص واحد؟ اللي هو عدد النود ناقص واحد. شوفوا ليش طيب عدد النودز ناقص واحد؟ لأنها connected و not with no cycles. شوفوا هاي كم نود عندي بهذا الجراف بهاي التري؟ واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشر، 11. عندي 11 نود، إذا لازم يكون عندي 10 روابط. واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، 10. أكيد عندك N من النودز بيكون عدد الروابط ناقص واحد. طيب في عنا بالتري واحد من النودز، النود الرئيسية بالتري تسمى الروت. النود الرئيسية بالتري شو بسميها؟ بسميها الروت. شو هو الروت؟ هو التوب إليمنت، توب نود، النود اللي أعلى نود بالتري. طب شو بدي خليني أعرف مثلا إنه هاي النود اللي فيها القيمة A هي الروت؟ خليني أعتبر C الروت، خليني أعتبر B الروت. شو الإشي اللي بخليني أعتبر إنه هاي النود هي الروت؟ أحكي لك شو الإشي اللي بيميز الروت عن باقي النودز. أول شيء هي أساس التري، الروت هي الأساس بالتري وهي التوب إليمنتس إن ذا تري. الشغلة الأساسية اللي بتميز الروت إنه كل نود رح تلاقي له أبو، بيرنت. Every node has a parent. هاي قاعدة. Except the root. Except the root. الروت مالهوش بيرنت. شوفوا كيف بعرف الروت؟ كل النودز اللي بالتري إلها آباء ما عدا الروت. الروت مالهوش أبو. الروت ما إله أبو. البيرنت بيكون إله نل. البيرنت للروت شو بيكون؟ نن. ما بيكون إله بيرنت. أما باقي النودز بي أبوها إيه، وسي أبوها إيه، وجي أبوها سي، وإتش أبوها سي، ودي أبوها بي، وإي شوفوا دي وإي وإف أبوهن بي، آي جي أبوهن إي، كلهن إلهن كي أبو جي. كل النوتس إلها أبو. الإي إله أبو؟ الإي إله بيرنت؟ لا، هذا الروت. لاحظ the root node is the origin of the tree data structure، وهي أساس التري. في عنا العلاقة، احنا بنحكي هي مجموعة نودز التري بينات الريليشنشيبس، علاقات. العلاقة الرئيسية بالتري اللي هي البيرنت تشايلد. شو العلاقة؟ بيرنت تشايلد، أبو ابن. لما نحكي عن التشايلد نود، تشايلد نود
The node which is descendant of any node is called as child. لاحظ node descendant. Descendant يعني تحتية. Node اللي تحتية تسمى الابن. يعني بي الأبناء المباشرين طبعا كل النودز descendants يعني هسا إيه أبنائها المباشرين بي وسي بس فعليا كل كل هذول أبناء إيه أبناء بال يعني أبناء الأبناء تعتبر كمان أبناء أبناء إيه مباشرة بي وسي أبناء بي مين مين أبناء بي children لبي دي وإي وإف أبناء سي دي وإتش أبناء إي أي وجي طب في نوتس ملهاش أبناء في نوتس ملهاش أبناء في دي إلها أبناء دي إلها أبناء لا أف إلها أبناء لا آي إلها أبناء إلها children قلت لك كل نوت إلها بيرنت ما عدا كل نوت إلها بيرنت أبو ما عدا الروت ملهوش أبو صح بس هل كل النوتس إلها children النوتس إلها زيرو أو أكثر من children يعني ممكن ما يكونش إلها children عادي each element has zero or more children لاحظ كل عنصر اللي ملهن children هذول الخارجيات شو نسميهن النوتس الخارجية هاي ملهاش children النوتس الخارجية ملهاش أبناء هاي بنسميها external notes اللي ملهاش أبناء شو نسميها external notes وتسمى أيضا leaves أوراق شوفوا اللي بلهنش أبناء شو بنسميهن external خارجيات ويسمن أيضا leaves لاحظ بحكي لنا إن a tree any parent node can have any number of child nodes أي أبو أي نود يعتبر أبو ممكن يكون عنده أي عدد من الأبناء صفر أو أكثر صفر ما لهوش أبناء من مرة أو إله واحد أو إله اثنين أو إله ثلاث أو إله أربعة لاحظ بحكي لنا إن a tree all the nodes except root are child nodes كل النوت هي أبناء يعني إلها أبو ما عدا الروت هو child الروت ابن لحدا هو ابن لإشي لا لأنه ملهوش parent فكي إن each element has zero or more children في عنا البيرنت البيرنت الأبو كنا الديسندنت هو الديسندنت هو child البريديسسور هو البيرنت السابق شوفوا every parent node the node which is a predecessor of any node اللي قبله اللي فوقه اللي تحته ابن اللي فوقه مين ابو اللي فوقه شو بسميه ابو parent node the node which is a predecessor of any node اللي predecessor of any node السابق يعتبر الابو يعني ابو مي بي مين ابو بي اي مين ابو سي اي مين ابو جي سي أبو إي جي البيرنت لجي جي إي البيرنت لآي هي إي البيرنت لإي بي واضح بيرنت تشايلد أبو ابن علاقة عكسية a node which has a child or children اللي إله أبناء اللي إله أبناء بنسميه internal internal داخلي إي إله أبناء هذا داخلي بي إله أبناء هذا داخلي internal C A G هذول إلهن أبناء شو يعتبرن internal nodes nodes داخلية اللي ملهوش أبناء شوفوا اللي إلهن zero children زي D و I و F و I و J و F و E و H هذول ملهنش أبناء شو بنسميهن external قلنا external في خارجي وفي داخلي الداخلي اللجن داخل التري داخليات بالنسبة للتري اللي إلهن أبناء اللي ما لهنش أبناء أجن خارجيات external والخارجيات كمان بنسميهن قلنا شو leaves أوراق اتفقنا لاحظ بحكي لنا except the root each element has a parent كل النوت إلها أبو ما عدا الروت وهذا اللي بيميز الروت عن باقي النوت قال لي الليف شو الليف شو هو الليف قبل شوي بعني بقول النود اللي ملهاش ابن لأنها خارجية تسمى leaf node. Leaf node, the node which does not have a child. شو leaf node? The node which does not have a child. اللي ما إلها ابن وهي external وهي خارجية هي هم بينه شيء طرفية.
خارجية. طيب siblings، عندنا مفهوم siblings، طبعا بعض المفاهيم كأنها مش مذكورة هون، ما فتحتش الكتاب. طيب نشوف siblings، شو يعني siblings؟ siblings الأشقاء، شو معنى siblings؟ siblings الأشقاء، يعني بي مين شقيقة؟ مين شقيقة؟ سي. إذا قلت لك سي شقيقه بي، يعني بي وسي لهن نفس الأبو. طبعا هاي العلاقات لازم تستنتج منها أشياء، لأنه ممكن أعطيك معلومات وأقول لك أرسم تري، أعطيك فلان ابن فلان وفلان ابن فلان وفلان ابن فلان وفلان ديسندنت وهذا أخو هذا وهذا، بعدين أقول لك أرسم التري كلها. بدك تقدر تبني العلاقات. siblings knows which belong to the same parent، اللي إلهم نفس الأبو هذول أشقاء. يعني بي وسي، بي مين شقيقه؟ مين السبلينج إله؟ سي. ليش سي شقيق بي؟ لأنه الاثنين بتشاركن بالأبو A. دي وإي وإف هذول سبلينجز. ليش سبلينجز؟ لأنهم بتشاركن بالأبو B. جي وإتش سبلينجز. ليش؟ لأنهم بتشاركن بالأبو C. أي وجي سبلينجز، لأنهم بتشاركن بالأبو E. كي إله سبلينج؟ لا. ليش؟ لأنه ملهوش أخو، ملهوش جي، ملهوش ابن ثاني. طيب في عنا النوتس، في عنا الديجري، في عنا الهايت، في عنا الدبث، هذول لازم نعرفهم. في عنا شو اسمه ديجري، وفي عنا الهايت، وفي عنا الدبث للتري وللنود. أول شغلة نود ديجري، نود ديجري والتري ديجري، بدنا نعرف النود ديجري والتري. لما نحكي عن النود ديجري اللي هو عدد الشيلدرن للنوتس، شو يعني الديجري للنود؟ هي the total number of children of a node. شو هو الديجري للنود؟ يعني الديجري لأيه كديش؟ الديجري لأيه؟ 2. ليش 2؟ لأنه إلها 2 children. شو هي الديجري؟ عدد children للنود. الديجري لأيه كديش؟ 2. ليش 2؟ لأنها إلها 2 children. الديجري لبي هي 3. ليش؟ لأنه إلها 3 children. الديجري لسي 2. الديجري لجي 1. ديجري لإي 2. طب الديجري لدي؟ ديجري لدي 0، لأنه مالهاش children. ديجري لآي 0. ديجري لجي، شوفوا الاكسترنال الديجري إلهن 0. الليفز اللي مالهن children قديش الديجري إلهن؟ يكون 0. شو هو الديجري؟ عدد الشيلدرن للنود. ديجري للنود شو هو؟ عدد الشيلدرن للنود. واضحة؟ طيب الديجري للتري كلها أكبر عدد النود اللي لها أكثر ديجري. يعني هاي التري ديجري لها 3. ليش الديجري لها 3؟ لأنه بي ماكسيمم ديجري. هيو ديجري أوف تري ذا هايست ديجري أوف أ نود أمونج أول ذا نودز إن تري. بشوف كل النودز باخذ أعلى ديجري، أعلى نود يعتبر الديجري للتري كلها. واضحة؟ أعلى نود، شو قلنا الديجري للنود معينة؟ اللي هي عدد التشيلدرن إلها. الاكسترنال قديش الديجري الهن؟ 0. شو معنى اكسترنال؟ انه ما فيش تشيلدرن، تشيلدرن 0. واحنا بنحكي الديجري هي عدد التشيلدرن. طب اذا التشيلدرن 0 يعني الديجري 0. مين الاكسترنال عندنا هون؟ دي واي وجي واف وكي واتش، هذول 0 ديجري الهن. طب الباقي الانترنال، الانترنال الديجري لها حسب عدد التشيلدرن. اي الديجري لها 2، بي الديجري لها 3، سي الديجري لها 2، اي جي الديجري لها 1، اي ديجري لها 2. طيب هسه انا لما احكي التري للتري كلها، اكبر ديجري لهايست ديجري اوف ا نود، اعلى ديجري بالنودات بعتبرها للديجري للتري كلها. في عندنا شيء اسمه ليفل، التري بقدر اقسمها لليفلز. كيف بنقسم الديجري لليفلز؟ لاحظ ببلش منين؟ من الروت، مستويات. شو يعني ليفل؟ يعني مستوى. التري بقدر اقسمها، قلنا هي مجموعه من النوتس نون لينير لانها مش بنفس الليفل، في عندها مالتيبل ليفلز في بينات الريليشن شيبس، هذا تعريف التري. طيب ايتش ستيب، لاحظ شو بحكي لنا، انا بقدر اقسم التري لليفلز. لما نقسم التري لليفلز ببلش من مين؟ من الروت. الروت بعتبره وين؟ ات ليفل زيرو. أبناء الروت بعتبرهم at level 1.
أبناء أبناء الروت ليفل 2، الأبناء للأبناء أبناء الروت ليفل 3، وهكذا لحد ما خلص من آخر نود. اتفقنا؟ حتى لو ضل مثلا عدسة رابط بين I و J هون W مثلا، بضيف ليفل 4 عشان هاي النود رح يصير عندي ليفل كمان ليفل 4. واضح؟ نبلش التقسيم من الروت، الروت ات ليفل 0. كل ما امشي خطوه للاسفل بزيد الليفل. لاحظ ايتش ستيب فروم توب تو باتوم، من فوق لتحت. هيك انا بلشت من عند الروت، والروت شو الليفل له؟ شو بسمي الليفل اللي للروت؟ ليفل 0. وكل ستيب بمشيها، كل ستيب شو يعني ستيب؟ كل خطوه بمشيها من فوق لتحت بزيد الليفل 1. is called as a level and the level count starts with the zero. يبدأ العد من level zero and incremented by one at each level. Root node is at level zero. لاحظ level zero ما يكونش فيه غير الروت فقط، نود واحدة اللي هي الروت. Children of the root are at level one. The children of the nodes which are at level one will be at level. أبناء اللي بليفل 1 راح يكونوا at level 2. أبناء اللي بليفل 2 راح يكونن at level 3، وهكذا and so on. في عنا عرفنا شو يعني لحد الآن الديجري، شو يعني child، شو يعني parent، شو يعني sibling، شو يعني tree، شو يعني root of the tree، شو يعني level. نشوف شو يعني path. باث اللي هو مسار، الطريق بين تو نوتس. باث اللي هو الطريق between تو نوتس بنسميه الباث. باث between any تو نوتس، the sequence of notes and edges from one note to another. لاحظ the sequence of any تو نوتس، الباث بين تو نوتس اللي هو sequence of notes and edges from one note to another. يعني بحكي باث من A ل J، الباث بين A و G، راح امر على B، راح امر على E، من A ل B، من B ل E، من E ل J. هاي صار في عندنا طريق، هاي A B E J عشان اصل من A ل J. طب اذا بدي اصل من A ل K شو الطريق؟ بدي اروح من A ل C، من C ل G، من G ل K. طبعا مش بالشرط ابلش من الروت، انا ممكن اقول لك الطريق بين C و K، اروح على H، اذا رحت على H بصل ل K، لا، من C بدي اروح على G، ومن G بدي اروح على K، صح؟ هذا بنسميه الباث. في عنا length of a path. length of a path عدد الطرق، عدد الإجز، عدد الروابط. يعني من C ل K في عندي length of the path 2. 2 يعني رح امشي على 2 notes. length of the path is the total number of edges in that path. عدد الإجز على هذا الطريق بنسميه إيش؟ طول الباث، طول المسار. من A ل J قديش طول المسار؟ 3، لأنه كم رابط مشيت؟ من A ل B رابط، من B ل E رابط، من E ل J رابط، إذن 3 روابط. عرفنا شو يعني باث وشو يعني طول الباث؟ الباث الطريق بين two nodes اللي هي مجموعة النوتس والروابط from one node to another. عدد الروابط بيمثل طول length of a path. الهايت في عنا هايت زي ما قلنا في ديجري للنود وفي ديجري للتري كلها، كمان عندي في هايت للنود وفي عندي هايت للتري كلها. شو الهايت للنود؟ شو هو الهايت للنود؟ الهايت of node X، the longest path number of edges from leaf node to node X. شوفوا شو تعريف الهايت، ارتفاع النود. ارتفاع النود هو بعد النود عن أعمق ليف. شوف شو الارتفاع، بعد النود. The longest path، أطول طريق بين هاي النود وبين الليف. طبعا ممكن النود هاي مثلا ايه، في منها طالع ليف كثير، دي واف واي وجي وكي واتش، كل هالليفز بالنسبة لايه، بس أنا بدي أخذ أعمق واحدة. أعمق واحدة مثلا هذول I و J و K كلهن نفس الإشي. إذا الهايت لـ A 3.
شوفوا الهايت بعد النود عن أعمق ليف. الهايت لسي هاي ليف اتش ليف وكي ليف بالنسبة لسي، بس مين الأعمق؟ مين اللي أعمق؟ كي. إذن الهايت لسي قديش؟ اثنين مش واحد، ما بقولش واحد بقول اثنين. طب الهايت لإتش؟ صفر. لاحظ الاكسترنال نوتس لأن هن نفس الليفز، شو بيكون؟ شو بيكون الهايت إلهن؟ بيكون الهايت إلهن صفر. لاحظ الهايت of all leaf notes يساوي زيرو. ليش الليف نوتس الهايت إلهن زيرو؟ لأن هن نفس الليف، وأنا بقول لك بعد النود عن أعمق ليف طالع من هالنود. الهايت اللي هو بعد النود عن أعمق ليف، عن أعمق ليف. الأي بعدها عن أعمق واحد طلع ثلاث، هيك قلت هايت. هايت لأي ثلاث. الهايت لسي اثنين. الهايت لبي اثنين، مع إنه في ليف هيها واحد، لا أنا بدي آخذ الأعمق. الهايت لإي واحد، الهايت لجي واحد، طب الهايت لدي زيرو، الهايت لآي زيرو، هايت لجي زيرو، هايت لأف زيرو، هايت لكي زيرو، هايت لإتش زيرو. الليفز كلهن الهايت إلهن زيرو لأنه هن نفس الليفز، واضح؟ طب الهايت للتري كلها الهايت أوف ذا روت، لأن الروت هو اللي بالراس، وراح يكون أعلى هايت لأي نود اللي هي التري. التري راح تاخذ أعلى هايت، صح؟ وبالتالي بتطلع الهايت للتري كلها الروت، هايت للروت هو الهايت للتري، واضحة؟ هسا راح ناخذ الدبث. خدنا الهايت، الهايت بعد النود عن أعمق ليف، الدبث بالعكس بعد النود عن الروت. شوفوا الدبث شو تعريفه؟ بعد النود عن الروت. الهايت بعد النود عن مين؟ عن أعمق ليف، ما لهوش علاقة بالروت، الروت أو غيره بقدر أحسب له الهايت، بعده عن أعمق ليف هذا هايت. والهايت للتري اللي هو الهايت للروت كاملة، اتفقنا؟ طب الدبث of the node x, the total number of edges path from the root node to node x. طول الطريق بين النود والروت. إذا بعدها بعد النود عن الروت بنسميه الدبث. بعد النود عن الروت لهيك شو بحكي لنا؟ total number of edges عدد الإدجز أو طول الطريق from the root to node x بيمثل لي الدبث. الروت نفسها الدبث إلها صفر. شوف الروت هسا بالعكس، الروت لأنها بعدها عن نفسها صفر. أنا بقول لك الدبث هو بعد النود عن الروت. طب الروت قديش بعد عن نفسها؟ ولا شيء. إذا الدبث إلها شو؟ صفر. سي قديش الدبث إلها؟ واحد. بي قديش الدبث إلها؟ واحد، لأنه هي بينها وبين الروت خطوة واحدة. دي قديش بدها كم خطوة تتصل للروت؟ اثنين. إذا الدبث لدي اثنين. الدبث لإي كمان اثنين. إذا طلعت لفوق بطلع لبي، بعدين بطلع لأي بصل الروت. الدبث لإف اثنين، الدبث لجي اثنين، الدبث لإتش اثنين، الدبث لكي، الدبث لكي ثلاث. بدي ثلاث خطوات تنصل من الروت لكي. إذا الدبث لكي ثلاث، الدبث لآي ثلاث، الدبث لجي ثلاث. شوفوا الدبث للإكسترنال مش صفر. الهايت كان زيرو، لأنه الهايت تعريفه بعد النود عن الليف، عن أعمق ليف. هن نفس الليفز بيكون الهايت إلهن صفر، والروت بيكون له أعلى هايت. متذكرين الدبث شو تعريفه؟ بعد النود عن الروت. طب الروت نفسه مش بعد عن نفسه، لهيك هو دبث زيرو. وإذا بتنتبه إنه قيمة الدبث يمثل نفس قيمة الليفل، يعني النودز اللي بالليفل زيرو بيكون الدبث إلها إيش؟ زيرو. اللي بليفل 1 شو بيكون الدبث إلها؟ 1. اللي بليفل 2 شو بيكون الليفل الدبث إلها؟ 2. اللي بليفل 3 شو بيكون الدبث إلها؟ شو بيكون الدبث إلها؟ بيكون إلها الدبث 3. طب شو الدبث؟ شوفوا الدبث يساوي الليفل. دبث نفس الليفل، نفس قيمة الليفل. دبث، طب الدبث اوف ذا تري كلها، عرفنا الدبث لكل نود، الدبث اوف ذا تري اللي هو أعمق نود، أعمق ليف، قديش الدبث إلها؟ بكون الدبث للتري، لأني دائما باخذ أعلى قيمة، إذا انتبهتوا الديجري، ديجري أوف ذا تري أخذت أعلى ديجري لأعلى نود. الهايت أخذت أعلى هايت.
الدبث راح أخذ أعلى دبث، مش بالعكس. مش تقول لي الروت the total number of edges from root node to a leaf node in the longest path، على أطول طريق، يعني بدي أكبر قيمة. depth of the root node is zero، دائما النود الروت depth إلها zero، والdepth يساوي الليفل، يعني النودس اللي بالليفل zero اللي هي الروت depth إلها zero، اللي بليفل one depth إلها one، اللي بليفل two level depth إلها two، وهكذا. شوفوا ال height of the tree يساوي ال height of the root ويساوي ال depth of the tree ويساوي number of last level. ال height لل tree، ال height إلى ال tree هي ثلاث، اللي هو رقم آخر level، وهو نفسه ال depth of the tree. ال tree كلها ال depth إلها ثلاث. ال height of root لو قلنا قديش هاي ال height ال root إلها ثلاث، ال height يساوي ثلاث. واضحة؟ في شيء مش واضح احكي. طبعا هذا اول جزء المفاهيم الرئيسيه، بعدين بنبلش اشياء اهم، بس لازم نعرف المفاهيم الرئيسيه. يعني صح ان اشياء بسيطه بس لازم نفهمها ونعرفها كويس. في عندنا سب تري. شو يعني سب تري؟ جزء من التري. كل جزء من التري بيمثل تري لحاله. يعني هسه لو اخذت هاي الجزئيه لحالها هاي بتمثل سب تري. الروت إلها لحالها لو فصلتها بيكون الروت إلها سي، صح؟ بس هي مش مفصولة طبعاً، قلت لو تخيلت إنها مفصولة. النود نفسها هاي اتش لو فصلتها تعتبر سب تري، فيها نود واحدة. تصير السب تري يكون فيها نود، التري حتى ممكن تكون امتي فاضي، ما فيش مشكلة. Each child from a root node forms a sub tree recursively. لاحظ كل جزئية هاي سب تري، هاي لحالها سب تري، الاي لحالها لو اخذتها سب تري، الجي لحالها سب تري، الدي لحالها سب تري، الاف لحال، وهكذا. كل جزئيه ممكن اعتبرها سب تري. طب ليش لازم افهم مفهوم السب تري ريكيرسيفلي؟ لانه احنا راح نبني التري ريكيرسيفلي. اذا قدرت ابني جزئيه واضيف عليها خلاص انا بقدر ابني التري ريكيرسيفلي. في عنا الانسيسترز. الانسيسترز نود اوف اني نود از اني نود ان ذا باث فروم ذات نود تو ذا روت نود. الانسيستر اوف ذا نود هي كل النودز اللي من هذا النود لحد ما يصل للروت. في يعني لحد ما يصل للروت يعني لفوقي اللي فوقيه جدوده. انسيسترز اللي هم الجدود. الكي مين الانسيسترز لها؟ جي وسي واي انسيسترز جدود. شوفوا كي جي C و A ancestors لمين؟ ل K. ancestors ل J. ل J مين؟ E و B. E B A. ancestor B هو A. ancestor D هو B و A. ancestor E B و A جدوده. كل اللي فوقية لحد ما صار للروت. بس اللي فوقية ولهن علاقة فيه، مش أجي أقول مثلا ancestor ل E C. C ما لهوش علاقة بE. صح؟ B و A ancestors ل E. ancestors ل I E B A. عرفنا شو الانسيستر؟ طيب في عنا descendant. descendant أحفاد. ancestors جدود، descendants أحفاد. descendants of a node are the nodes in the subtree rooted at that node. لاحظ descendants of a node are all the nodes in the subtree rooted at that node. يعني هاي النود لو ديسندنت بالنسبه لبي مين هن؟ كل النودز اللي تحتيه بالسب تري هاي بالجزئيه هاي. ديسندنت لبي هن دي واي واف واي وجي. ديسندنت لاي بي سي كل النودز ديسندنت للروت. بي سي دي اي اف جي اتش اي جي كي هذول كلهم ديسندنت بالنسبه لاي. طب بالنسبه لجي مين الديسندنت؟ K. بالنسبة لC مين الديسندنت؟ G H و K. بالنسبة لE مين الديسندنت؟ I و J. واضحة؟ ديسندنت لكل اللي تحتيه بس على نفس لونها. لو قلت فصلت سب تري النوت فيها هاي الروت اللي تحتيه كله بيكون ايش؟ ديسندنت له. طب الانسيسترز الجدود، الجدود اللي هي مساره لحد ما يصل الروت. يعني انسيستر B هو A. ancestor لإي بي وإي وهكذا. واضح؟
طب احكي لنا، في عندنا شيء مفهوم الفورست. الفورست is a set of disjointed trees. الغابة هي مجموعة من التريز المنفصلة، أكثر من تري منفصلات كل واحدة لحال بشكل اللي إشي اسمه فورست. فورست أكثر من تري، إذا كانت منفصلات شو نعطيهن؟ ما نقدر نقول هاي one tree، لأنه التري لازم تكون connected. من البداية قلنا التري لازم تكون connected ولازم تكون with no cycles، صح؟ connected with no cycles، هي حالة خاصة من الجراف بس بشرط تكون connected with no cycles. طب إذا كان في أجزاء منفصلة، يعني هون لو شلت الروت بصير عندي two sub trees، two trees منفصلات عن بعض. tree الروت إلها B والtree الثاني الروت إلها C. هل هاي بعتبرها tree واحدة؟ لا، بعتبرها إيش؟ forest. طيب نروح على الجزئية الثانية. طبعا هو لو فتحنا الكتاب في مفاهيم ثانية كمان بالكتاب، بس خلينا على المختصر بالسلايدات مش مشكلة. نشوف في عنا إشي اسمه، هسا إحنا حكينا بشكل عام على التري، فيه التري وشو معنى التري وشو معنى تشايلد وشو يعني، وما قيدنا عدد التشيلدرن، قلنا ممكن يكون لأي نود أي عدد من التشيلدرن صفر أو أكثر. هسا في عنا إشي اسمه باينري تري، في عنا إشي اسمه باينري تري. لما نحكي عن الباينري تري، شو المقصود بالباينري تري؟ الباينري تري متى بسمي التري باينري، ثنائية؟ إذا كان عدد الشيلدرن لكل نود بحد أقصى اثنين. مستحيل ألاقي نود فيها ثري شيلدرن، ساعتها بنسمي التري إيش؟ باينري. نسميها باينري إذا إيش؟ إذا كل نود له at most two children، مش لازم يكون له two children بس at most. يعني لو كان صفر عادي، ما هو الليفز لازم كل تري فيها ليفز، والليفز ما فيهاش شيلدرن نهائيا، ما لهاش شيلدرن اصلا، صح ولا لا؟ اذا هي شو الشرط عشان نقول التري انها باينري؟ التريز اللي قبل شوي وريتك اياها كانت جنرال، نسميها جنرال تري، مش مقيد عدد الشيلدرن. بعض النوتس كان لها ثلاث، بعضها اثنين، بعضها. الباينري لا، في عندي شرط انه عدد التشيلدرن لكل نود الحد الاقصى اثنين، الحد الاقصى، ما قلت لك لازم يكون اثنين. A binary tree is a tree such that every node has at most two children. Every node, each node is labeled as being either a left child or a right child. لاحظ؟ لانها انا عارف انه بحد اقصى two children، هسا بقدر اسمي الابناء. هسا بقدر اعطي اسماء للابناء، left child, right child. ابن يسار وابن يمين. طب بالجنرال تري بقدر اقول ابن يسار وابن يمين؟ ما هو ممكن يكون ثلاثه children، four children، five children، بقدرش اقول يسار ويمين. بس انا هسه لاني بالباينري تري عرفت عدد children، بقدر اقول ابن يسار وابن يمين. واضح؟ ايه، الليفت تشايلد له بي والرايت تشايلد له سي، بي الليفت تشايلد له بي والرايت اي، سي الليفت تشايلد له اف، الرايت ملهوش. في مشكله؟ عادي، انا ما قلت لازم يكون الهن اثنين، قلت لك ات موست تو تشيلدرن. دي له ليفت تشايلد اللي هو جي، ملهوش رايت. الاي الرايت والليفت نان، شوفوا الليف نوتس الرايت والليفت بيكون النان قيمتهم. واضحه؟ باينري تري اكزامبلز، شوفوا هاي امثله على باينري تريز. هاي باينري تري، هل هاي باينري؟ واحد يقول لي هاي مش باينري، لا باينري. ليش؟ لانه اقصى عدد من التشيلدرن للنود هو اثنين، اذا خالفت هاي القاعده بتقول لي هاي مش باينري. هل هاي باينري؟ في نود لها ثلاثه تشيلدرن، يا واحد يا صفر يا اثنين، بصير يكون صفر اللي هو الليفز، او واحد او اثنين عادي، لهم اقصى شيء اثنين. طب هاي باينري؟ صح. هاي باينري؟ هل هاي باينري؟ هاي باينري، حتى هاي الخطية شايفينها؟ هاي تعتبر باينري تري. يعني هاي باينري ممكن تكون كلها يسار أو كلها يمين، أو إشي يسار وإشي يمين عادي، بس إنه إيش؟ بس الشرط اللي أنا قلته at most two children، ما قلت لازم two children. إذا حتى هاي اللي شكلها لينير تعتبر باينري. هل هاي باينري؟ كلهن باينري تريز. طيب a binary tree is either empty، شوفوا الباينري تري، ليش انا بدي احكي ريكيرسيف باينري تري؟ انا بدي ابني الباينري تري، بدي ابنيها ريكيرسيفلي. ليه قبل شوي قال لي كل جزئيه تعتبر سب تري
والسب 3 بقدر اقسمها حتى كل نوت تعتبر سب 3. ليش؟ لانه عشان نقدر نبني التري. ليك بحكي لنا باينري تري از ايذر امتي اور كونسيست اوف، هي اما فاضيه او تتكون من، تتكون من ايش الباينري تري؟ من الروت، الاساس الروت. هيك لما جبنيها ريكيرسيفلي اول شيء ببلش من الروت. A node R called the root of T that stores an element. الروت R اللي فيه قيمة معينة وهو الروت of the tree. Node R اللي هو الروت of the tree ويحتوي على قيمة معينة. A binary tree possibly empty called the left subtree of T. في عنا جزء يسار. طب الجزء اليسار هو كمان binary. ببلش ببني له الروت، النود الرئيسية الروت، بعدين له left ورايت وهكذا. لك بحكي لنا a binary tree possibly empty called the left subtree of T. و a binary tree ممكن تكون empty، يعني ممكن يكون لها جزء يسار ملهاش يمين عادي، called the right subtree of T. عندنا الروت، بعدين عندنا subtree binary، كمان هي binary لهيك بستدعي نفسه لبناء الجزء اليسار left subtree of T، كمان بيستدعي نفسه لبناء الجزء اليمين. طب ممكن يكون ما عنديش جزء يمين؟ ممكن، ممكن يكون ما عنديش جزء يسار؟ ممكن. ليك بحكي لي ممكن تكون جزء اليسار او اليمين فاضي او الاثنين فاضي. طبعا بتعرفوا الريكيرسيف، تاخذوه بلاب الهاي، فيش داعي اعيده. لاحظ كيف ورانا، بلش بالروت، ببلش بالروت نود اللي هي ايه، بعدين ببلش يبني يستدعي نفس الفانكشن على الجزء اليسار. لهيك ريكيرسيف، ريكيرسيف بيستدعي نفسه. برد بضيف الروت بالنسبة للسب تري هون بي. بي بعدين راح مين يروح؟ راح يروح على اليسار إلها. لأنه يعني دائما يسار آخر شيء اليمين. راح على اليسار راح يبني دي، دي راح يبني آي، طبعا بيبني وبيبني العلاقات، بيمشي بالعلاقات، بعدين بروح خلص من اليسار بي ببني له جزء اليمين. جزء اليمين كيف ببنيه؟ الروت بعدين يسار بعدين يمين. خلص من هاي الجزئية ليفت سب تري كاملة وربطها مع الروت، بروح على الرايت سب تري، بروح على اليمين. اليمين كذلك بيجي روت، ما فيش يسار عادي، بروح على اليمين. هاي سي مثلا ملهاش يسار، يجي بدي يبني يسار، يسار فاضي، بروح على مين؟ استدعي، استدعي ابن اليمين. راح يستدعي ابن اليمين الجزء اليمين، عمل نفس الطريقة روت ليفت رايت وهكذا. واضحة؟ ان اريثمتيك اكسبريشن. بس طبعا الباينري تري لها فوائد كثير، منها ممكن نعبر عن الاريثمتيك اكسبريشنز. شو يعني اريثمتيك اكسبريشنز؟ اللي هي العمليات التعبير الرياضي، 3 زائد 1 ضرب 5 زائد 6، ما هي كلها هاي اوبريشنز باينري. اذا نقدر نعبر عن الاكسبريشن على شكل تري. لاحظ الاريثمتيك اكسبريشن ممكن اعبر عنه على شكل باينري تري. الاريثمتيك هاي من الابلكيشنز، الاريثمتيك اكسبريشنز ممكن نستخدم الباينري تري لتمثيل الاريثمتيك اكسبريشنز. بس شوفوا الباينري هذا موضوع كثير مهم، الاريثمتيك اكسبريشن كيف نمثله على شكل تري. بدي تفهم قاعدتين. اول شغله الداخليات بيكون عباره عن الاوبريتورز العمليات، والخارجيات بيكونن ايش؟ الارقام والقيم. يعني بصيرش تحط لي رقم داخلي نود داخليه، وبصيرش تحط اوبريتر تكون نود خارجيه. لما بدي اجي اعبر عن الاريثمتيك اكسبريشن باستخدام الباينري تري، شوف شو القاعده، هاي اول قاعده بدك تعرفها، انه وين الاوبريتورز؟ بتكون بالنودس الداخليه، والارقام وين بتكون؟ بالنودس الخارجيه الليفز. لهيك بحكي لنا leaves are associated with variables. leaves فيها بتكون المتغيرات، المتغيرات أو القيم. variables or constants. internal nodes are associated with one of the operators. الداخليات بيكون فيها العمليات، والخارجيات يعني أقول لك هاي ارسم لي إياها، تقول لي هذا صح لي. مجرد ما حطيت رقم internal حل لك خطأ. مجرد ما حطيت اوبريتر اكسترنال نود حلك خطا. الاكسترنال دائما لمين؟ الاكسترنال الخارجيات او الليفز للقيم، والداخليات لمين؟ للعمليات. لاحظ مثلا معطينا هون هاي الاوبريشن الرئيسيه الناقص،
الناقص في جزء يسار وفي جزء يمين. جزء اليسار هنا القسمة بيناتهم 3 زائد 1، شوفوا 3 زائد 1 بين أقواس ضرب 3، 3 زائد 1 ضرب 3، الكل تقسيم، تقسيم إيش؟ جزء اليمين، الجزء اليمين 9 ناقص 5 بين أقواس زائد 2 بين أقواس، شفتوا؟ هاي كلها بين أقواس ناقص، الناقص جاية بالنص، وهذا اليسار وهذا اليمين. طب هسه على اليسار اليمين هسه بدي اكتبه بنفس الطريقة، بين الأقواس زائد هاي شو قبلها؟ 3 ضرب، شوفوا كيف بقرأها، 3 ضرب، ضرب إيش؟ ضرب ناقص؟ لا، 3 ضرب 7 ناقص 4، 7 ناقص 4 بين أقواس 3 ضرب، كلها بين أقواس زائد 6، والكل بين أقواس عشان يطرحها من الطرف اليسار. شوفوا كيف عبر عن الاكسبريشن بطريقة الباينري تري. الباينري تري هاي من الابليكيشنز. الابليكيشن الثاني للباينري تري ديزيشن تريز. ديزيشنز اللي هي القرارات. كيف قرارات؟ بسألك سؤال جوابه يس أو نو. إذا يس بعطيك الإجابة، إذا نو برد بسألك سؤال ثاني. هذا بنسميه ديزيشن تري. لاحظ لأنه ديزيشن تريز لأنه بس يس نو، لهيك باينري. لو الإجابة مفتوحة ما بسميها باينري. يعني هاي الأسئلة كلها Are you nervous؟ إذا يس بقول له saving account، إذا نو بحكي له كذا، بسأله سؤال ثاني. إذا نو كمان بسأله سؤال جوابه يس أو نو. إذا يس طريق، إذا نو طريق ثاني، وهكذا. هاي التري شو بنسميها؟ decision trees، وبمثلها عن طريق الباينري تري. لاحظ الباينري decision trees باستخدام الباينري represent a number of different outcomes that can result from answering a series of yes or no questions. Each internal node is associated with a question. الانترنال نود مرتبط بسؤال. الليفز مرتبط بنتيجة. شوفوا الليفز رسمهن مربع مستطيل، أما الانترنال رسمهن بمستطيل بس دائر شوي أطرافه. انتبهين؟ طيب هسه تفاصيل الباينري تري، بيرفكت ونون بيرفكت وكمبليت وفل. المحاضره الجايه ان شاء الله يوم الاربعاء، والسبت في محاضره على فكره، السبت كمان في محاضره، اتفقنا؟ يلا يعطيكم العافيه.